النبي الوحيد اللي بعد 10 سنين انا مش هبقى معاك، مش هبقى لك. ف اما ان احنا نزال متفرجين وده في امن قبل، او ان احنا نبقى متفرجين بشكل ايجابي. انا ما اقدرش لو انا وزير الصحه اقول وزير الصحه يفتح لي الادويه، اقدر اقول يفتح لي بعض الادويه، لان احنا كل الادويه اللي بتتحدث في الحاله سرطان ثدي المتاخر المنتشر اللي اجيبت بعد سنه 2000 لا تقدم للمريض، عشان اكيد الالف لا تقدم للمريض في المستشفيات الحكوميه الخاصه بالدواء. احنا متاخرين اكثر من 15 سنه، انا بهاج كل الادويه اللي اجيبت في 15 سنه، عايز بعض الادويه. ده نمره اثنين، الحلول. الحلول العالم كله يا جماعه بيحل مشاكل الادويه الجديده عن طريق الدخول في اكبر قدر من الدراسات الطبيه. البلاد المتقدمه اللي احنا بنتغنى ان هم الدكاتره متقدمين، هم متقدمين عشان بيعملوا دراسات. يعني النهارده بتقول لي احنا ليه متضايق امريكا؟ عشان امريكا بتعمل دراسات. نيجي نعمل احنا دراسات هنا او نشارك في الدراسات بيقع. لو قريت قرار القانون متقدم قدام الشعب كانت لمعلومات حضرتك مريضات الثدي في بلد اسمها المانيا، اوكي؟ اكثر من 50% منهم من عندهم سرطان ثدي فعلا متاخر جوه دراسات ثدي ريت. في الولايات المتحده اكثر من 65% جوه دراسات ثدي. يعني ايه دراسات ثدي؟ يعني العيان بياخد يا اما احسن علاج في الدنيا يا اما العلاج الاحسن منه، بس احنا مش عارفين، فلازم نعمل الدراسه. يعني عندك دواء ببلاش، يعني المؤسسه العلميه بتاخد دعم مالي عشان تنزل على بقيه المرضى. يعني دخل قومي للدوله، هولندا دخلها القومي من الدراسات التدريبيه 8 مليار دولار، وما فيش كلمه غلط.